وفي محافظات شمال المملكة أحيت مختلف الرعاية المسيحية صلوات الثلاثية الفصحية التي بدأت بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل والجمعة العظيمة وسبت النور للوصول إلى أحد القيامة، كما استقبلت بلدة الحصن بمحافظة إربد موكب النور المقدس المنبثق من كنيسة القيامة في القدس. المزيد في التقرير التالي. كاميرا نورسات بلشت مشوارها لتلقي صلوات الأسبوع المقدس، والبداية كانت من عجلون لنعيش أجواء صلاة خميس الأسرار، وتحديداً بكنيسة القديس بولس الرسول للاتين. ترأس القداس الأبونا صقر حجازين كاهن الرعية، وأكيد بمساعدة خدام الهيكل. الخدمة اللوترجية كانت مقسمة لأربع أقسام. البداية كانت بصلوات الفرض الإلهي اللي رتلها الكورال برفقة الأبونا، وبعديها ليصدح صوت الأبونا حجازين بمراثي إرميا النبي، ومن بعدها بلش القداس ورتبة غسل الأرجل، وأكيد بحضور جمع كثير كبير من المشاركين. بوقت الكرزة أو العظة شرح الأبونا حجازين أهمية خميس الأسرار لتأسيس سر الكهنوت والإفخارستية، إضافة لأهم وأعظم وصية أعطانا إياها الرب يسوع وهي المحبة. أضاف كمان بأنه كل كاهن بيحمل رسالة تفاعلية مع الرعية إضافة لرسالته السماوية، ليختم العظة بتوجيه الجميع لضرورة الصلاة من أجل الكهنة ورسالتهم. أما رتبة غسل الأرجل فهي مفتاح التواضع والمحبة وخدمة الغير. وبنهاية الخدمة بركة القربان المقدس طافت بكل زاوية من الكنيسة بخشوع وتأمل من كل المشاركين بالصلاة، ليدخل القربان للمكان المخصص له وتكون فرصة قدام الجميع للسجود أمامه، وبهيك اتعرى الهيكل من كل إشي موجود عليه لتكون الكنيسة مفتوحة قدام الجميع لغاية الساعة 12 بالليل للسجود بكل خشوع وتأمل. ومن خميس الأسرار للجمعة العظيمة يوم الحزن اللي فيه مندفن خطايانا بقبر المخلص لنعلن توبتنا، والصلاة اليوم من كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد. ترأس الخدمة الرئيس الروحي للشمال الأرشمندريات أثناسيوس قاقيش بمساعدة كاهن الرعية الأبونا ديونيسيوس حداد، والشماس باييسيوس مدانات بحضور الأبونا عبد الله مرجي، وأكيد بمشاركة كبيرة من المؤمنين. الصلاة اشتملت على صلوات ومزامير وقراءات من العهد القديم اللي بتتنبأ عن آلام الرب والصلب والقيامة، إضافة للتراتيب الطقسية وتقاريض جناز المسيح. وبعديها تم التطواف أو الزياح بالإبيطافيون من قبل الكهنة، وهو عبارة عن قطعة قماش مرسوم عليها صورة المسيح، وأكيد المؤمنين حملوا النعش، ليقوم من بعدها الكهنة برفع الإبيطافيون ليمرق من تحت المؤمنين بكل خشوع ووقار، ليحمل كل واحد بقلبه التضرعات والصلوات طالبين التوبة والمغفرة. وبآخر الخدمة اختتم الأبونا قاقيش برسالة ليحكي عن المحبة والتضحية اللي أسسها السيد المسيح إله المجد ولنأخده كمثال حقيقي. ومن بعد رسالة المحبة منختم بتوزيع الأخوية الورد على المشاركين بالصلاة. ومنروح اليوم للحصن بسبت النور لنستقبل سوا النور المقدس من قبر المخلص. أجواء حلوة والكل كان مستعد ليأخذ النور المقدس ويدخل في بيته، الكل كان مبسوط ومجتمعين بفرح وحب. بلدة الحصن استعدت بشكل حلو ومرتب لاستقبال النور، فكل إشي كان أروع ما يكون. فاستقبلت رعية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بالحصن تتمثل براعيها الأبونا سمعان الخوري موكب النور المقدس. الرئيس الروحي لمحافظات الشمال الأرشمندريات أثناسيوس قاقيش حمل النور المقدس من عمان لإربد، ليكون بانتظار الأبونا سمعان الخوري كاهن رعية الروم، والأبونا ثيودوروس سويس كاهن رعية شطنة، وأكيد كان في حضور من الرعية وأهالي بلدة الحصن. أحكي شوي عن الكشاف ومرشدات الروم، بصراحة أبدعوا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أبدعوا بالعزف، بالترتيب،
فعلا كان إشي مميز. استقبلنا النور من قدام جمعية الشبات المسيحية ليمشي موكب خاص من الكشافة والكهنة، أكيد مع الحضور، ليدخلوا كنيسة الروم. ومع دقة جراس الكنيسة وزغاريت السيدات بتبين قديش كان الكل مبسوط باستقبال نعمة النور المقدس. وبعد ما الكل تجمع بالكنيسة صلى الخوارنة صلاة معينة وصغيرة، ومن بعدها النور صار بين إيدين الصغير قبل الكبير. كنيسة الروم الأرثوذكس بكل سنة بتكون مركز النور المقدس لكل كنائس ورعايا الشمال، لهيك كان في حضور من رعايا مختلفة لتأخذ النور وتتبارك في كنائسها. اليوم منعيش بفرح خاص برعايتنا بالحصن، كونه احتفلنا بسبت النور واستقبلنا النور المقدس في رعايتنا وفي كنيستنا. هذا اليوم مميز في حياة أبناء الحصن، من عدة سنوات بنحتفل فيه. الاحتفال هاي السنة بحضور كثيف بترتيبات على مستوى عالي من مجموعة كشافة مرشدات كنيستنا. نطلب من ربنا أنه دائماً ننير نفوسنا وننير عقولنا حتى هذا النور الذي يتجدد منبعثاً من القبر الخلاصي في كل سنة يكون له فاعلية التقديس وفاعلية الاستنارة لكل إنسان بضيء هذا النور بحياته كشمعة أو كقنديل، حتى يكون هو نفسه مصدر لانعكاس هذا النور اللي هو يسوع المسيح الذي قال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. واليوم وصلنا ليوم الفرح، يوم القيامة وموسم المواسم، أحد القيامة. عين النورسات اليوم موجودة بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بإربد لنختم فيها تقريرنا الشامل من صلوات العيد. احتفلت رعية سيدة البشارة بأحد الفصح وسط أجواء تراتيل القيامة والتهليل. ترأس الخدمة الأبونا غالب بواب كاهن الرعية، وساعده الشماس عماد حداد، وأكيد خدام الهيكل بحضور الرعية ليعيشوا أجواء الفرح الإلهي مع بعض. بعثة الأبونا بواب ركز على إنه سر وأساس المسيحية هو قيامة يسوع وانتصاره على الموت، وفرح القيامة بأنه نصفح عن الكره والمبغضين حتى نعيش الفرح الحقيقي. وبعد الصلاة الكل توجه لبيت الأبونا ليعايدوا على بعض، وأكيد فنجان القهوة السادة وحبة الشوكولاتة. صحيح، وقبل ما أنسى وأختم هذا التقرير، في معايدة خفيفة لطيفة من أهل الرعية لإلكم، وأولهم الأبونا غالب بواب. المسيح قام، حقا قام، كل عام وانتم بخير للجميع. بشكر ربنا أول شيء على هالنعمة اللي أعطانا إياها، ثانيا أول شيء حاب أعيد جلالة سيدنا الله يعطي الصحة والعمر جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، وبشكر الأجهزة الأمنية اللي ما يعني حبتنا كثيرا وأعطتنا من وقتها، وكانت هي العين الساهرة على الكنائس. بتمنى عيد مبارك للجميع، وكل عام والجميع بخير. المسيح قام، حقا قام. المسيح قام، كل عام بخير، نعاد على الجميع بالخير وعلى بلدنا. إن شاء الله دائما نضل بخير وفرح، وزي ما بنحكي عيد الأعياد موسم مواسم، إن شاء الله بضل هالموسم بكل البيوت، والفرح القيامة يضل بقلوب الجميع، وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير للجميع، وان شاء الله كل عيد والعالم كليات سالمين ان شاء الله، والمسيح قام، حقا قام. بحب أعايد على كل الناس واحكي لكم كل عام وانتم بخير. المسيح قام، حقا قام، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. ان شاء الله عيد فصح مجيد على الجميع، على الاهل والاقارب والاصدقاء، وعلى بلدنا وعلى سيدنا وعلى جميع كنائسنا حول العالم، وإن شاء الله بيحل الأمن والاستقرار ببلدنا وعلى أهلنا بغزة وعلى جميع المناطق المضطربة والمضطهدة بالعالم. المسيح قام، حقا قام، نعايد على جميع إخواننا وحبايبنا وقرايبنا المسيحيين وكل الأردن حكومة وجلالته وشعبه، نعايد ونقول للجميع كل عام وانتم بخير، ونعايد على الجميع بالصحة والسعادة والأمان، وديم علينا النعمة يا رب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين.
هاد كان تقرير شامل عن صلوات العيد، يعني على قد ما أقدر حبيت أحطكم بأجواء الكنائس وكيف عاشت الأيام مع السيد المسيح. فمني أنا بحكي لكم نيفين حداد كل عام وإنتوا بألف خير، وإن شاء الله يا رب فصح مجيد وأعياد مجيدة على الكل، وتنعاد عليكم بالصحة والسلامة. المسيح قام، حقا قام.